اسمه حسام طايل، مدير المبيعات بفندق وولدرف استوريا راس الخيمة. الفندق يندرج تحت شركة هيلتون. وولدرف استوريا لاكشري براند سلسلة الهيلتون. الفندق ملك لشركة الحمراء العقارية. افتتح سنة 2013 وبيضم 346 غرفة وجناح. تمام، مساحة الفندق، المساحة الشاسعة اللي موجود عليها الفندق وعدد الغرف اللامتناهية، عندنا 346 غرفة، مساحة أقل غرفة 56 متر. دي بيدي الأفضلية لإن إحنا نكون يعني متبعين للسلامة والأمان، لإجراءات السلامة والأمان. كمان احنا مع ارتباط مع الهيلتون كلين اند ستاي، دي منظومة تبعتها هيلتون من وقت ما بدأت الكوفيد 19. طبعا النظافة والتطهير والتعقيم الموجود طول الوقت. كمان ده احنا اتبعناه في كل مكان بالاوتيل، حتى المطاعم والاوتلتس اللي موجوده عندنا. غيرنا كل المينيوز، سويناها ديجيتال بالباركود بحيث ان احنا نوفر للنزيل اكبر قدر مستطاع من الامان والنظافه. من العروض اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي، في 25% ديسكاونت للإتش أونر لأعضاء فنادق هيلتون على مستوى العالم. طبعا احنا عندنا الإقبال على الفندق، طبيعي ان هو قل عن بداية الأزمة الكوفيد 19، بس ومع ذلك إن الإقبال بدأ يتزايد مع الإجراءات الأمانة والسلام اللي بنتبعها في الفندق مع كل عملائنا ونزلائنا. أفضل فترة ممكن أو ممكن الإقبال بيزيد أكتر بالعطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، بما إن المسافرين بيكونوا من داخل الدولة أكتر شيء في الوقت الحالي. وده طبعا لظروف ان هم ما بيقدروش يسافروا خارج الدولة، فراس الخيمة ووالدو في سوريا بالتحديد هو افضل وجهة ليهم في الوقت الحالي. فالحمد لله نسبة الاشغال في الوقت الحالي بدأت تتحسن عن ذي قبل، والعروض اللي احنا مسوينها على موقع الاوتيل، علاقتنا مع شركائنا بيدينا الميزة ان احنا بيكون نسبة الاشغال عندنا الحمد لله كويسة جدا.